نقدر المفخم ومرتا بطان فاقت جميع المراتب شيخ تيجان وعودا فيه الله وامر سيره وزار فهو في الكون تاثرف غالب شيخ تيجان وعلباسه تاج المهبه والهنى وسياره غوصا لآل النوائب شيخ تيجان ويا ذالب الإحسان ناد وقل له أيا محيي الدين لله بال شيخ تيجان فكم كربة تجلى بليل بذكره وكم حاجة تقضى إلى كل دار شيخ تيجان إمام كساه الله خلعة نوره وهاكمه في شربه شيخ تيجان وأضحى أمير الأولياء بأسرهم له الحكم والتصريف بين المواقف شيخ تيجان ومرجو له في كل أرض رذابهم وأعموا إليه من جميع هو رتبة العليا لمن كان حاملا هو المورد الأهدى إلى كل شهر شيخ تيجان توجه لنعم الغرب إرم تراحة وغادره فهو سامع للمحاكي شيخ تيجان وقل يا إمام الغرب عد حوائي تراه يبينا حاضرا شيخ تيجان على ياسر على سيام يتلمنا ويا ملجئ عند خداج النوائي شيخ تيجان على سنيع